طوال شهر رمضان منذ 7 سنوات في ساحة الشيخ ظاهر بمدينة اللاذقية تستمر مبادرة مائدة الرحمن لمن يقصدها من الأهالي. صرنا بهالمبادرة ماشيين 7 سنين. يوميا بنقدم من 300 لل 400 وجبة لوجه الله تعالى. الغاية منا إفطار الجائع والصائم والله يتقبل. بنعمل وجبات عبارة عن طبخات فاصولية، حب فاصولية خضراء، يخنة البطاطا، بطاطا مع صفرة، ملوخية، كبسة. هذا يعني هاي الطبخات اللي بنقدمها. نحن بشكل عام بهمنا الطبخة تكون كتير ممتازة، يعني طبخة تكون كتير جيدة، يعني ما انه والله طبخ انه يكون طبخ مجاني انه يلا كيف ما، بالعكس احسن شيء بالسوق من جيب الموجود. ما بهمنا سعره غالي رخيص، ما بهم، المهم موجود. مثلا هلا نازل فاصوليا جديد اليوم جبنا، يمكن ما حدا طبخ قبلنا، بياخذ بطاطا ملوخيه، المهم شيء يكون مرتب ومعمول بشكل جيد وشيء طيب وشيء مرتب وما ناقصه شيء. فكره صغيره بعدين كل ما صارت تكبر السنه اكبر، يعني كميه عم نطبخها السنه، ومعي بنات، يعني انا ومعي شيء 7 عم يطبخوا. يقيم هذه المبادره محمود جمال وعدد من اصدقائه لتزيد مائدة الرحمن سنويا عدد المستفيدين منها حسب الحاجة. رمضان كريم وهالمبادرة الحلوة كتير حلوة بهالظروف الصعبة، وعم تطعم العالم كله، والله يبارك فيه ونكتر خيره وإن شاء الله الأوضاع أحسن وتتحسن الأمور، والله يبارك بجميع. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، يبارك الله، الله يساعد ويعين العالم، صاحبين الخير اللي يعني الواجب، يعني عم يعملوا الواجب. وحتى نشكر كل المبادرين بهالمناسبة الحلوة، مناسبة رمضان، أهل الخير اللي عم بيقدموا هالأطعمة للناس، والحمد لله رب العالمين كتر خيرهم والله يعطيهم العافية. الله يجازيهم أهل الخير من يطعموا العالم إن شاء الله عبال كل سنة، والله يقدرون على عمل خير لسه أكتر وأكتر يا رب. رمضان كريم وينعاد عليكم إن شاء الله بالخير والصحة والقوة يا رب، والله كتر خيرهم يا رب كلياتهم، وسلمتهم هالنفس الطيبة اللي عم تطبخ هذا الطبخ إن شاء الله، كتر ألف 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 خيرهم إن شاء الله، والله يقويهم على فعل الخير أكتر وأكتر، ويقوي أهل الخير على فعل الخير أكتر، وكل سنة إن شاء الله وينعاد عليكم الصحة والعافية يا رب العالمين. الحمد لله إنه يساعدون هالعالم بهالوضع إن شاء الله، الحمد لله الكل بخير وينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية، والله يرزقهم يا رب إن شاء الله يا رب. مبادرات إنسانية مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك في جميع المحافظات السورية، ليبقى عمل الخير عنوان للحياة في سوريا.